أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 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 لمن كثيرا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت
وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشير عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم سعرت وإلى الجنة أزلفت علمت نفس وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ
إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن
وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها
نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا من رزقناهم سرا وعلانية
وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم
بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر
سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لظلوم كفار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله.